للا فتيحة قربت نوبتك. والله يبسع الباس. امين اختي، اول مره جيت ندوز على كونسير ديال البزوله وخايفه لي يقول لي عندك جبله. بالعكس مزيان جيتي دوزي بكري، حتى الا قدر الله وصابوا فيك شي حاجه يمكن لها الدواء. الخايب هو الا فات الفوت الله يحفظ. داز عليا الكونسير ديال البزوله اللي كيقولوا ليه سرطان الثدي بالعربيه، بالحق دوزت بكري. وباش عرفتي راسك فيك الكونسير؟ كنت كنحس بواحد الكره في صدري واخا ما كانتش كتحرقني، قلتها للطبيب ديالي وتصاب فيا الكونسير، ولكن دابا الحمد لله وليت لاباس وراني جيت غير على قبل الكونترول. على سلامتك اختي. والله يسمعك اخبار الخير اختي. في المغرب 20 مرة كتصاب كل يوم بسرطان الثدي، ولكن 90% منهم يمكن لهم يتداووا الا اكتشفوه بكري. ابتداء من 45 عام تكلموا مع الطبيب ديالكم اللي غيقوم بفحص بسيط. الكشف بكري بالتاج مشري. جمعية لالا سلمى لمحاربة داء السرطان، جميعا ضد السرطان.